كان في قديم الزمان غابة جميلة كثيرة الأشجار بديعة الأزهار، وكان فيها غدير في مكان مرتفع لا يكاد يقربه أحد، وكان بقرب الغدير جدول صغير مياه صافية وسمكه كثير. وكان في الغدير من بين السمك سمكات ثلاث تربط بينهما صداقة متينة ومحبة شديدة، فكانت لا تفترق أبدا وتعيش في أمن وسعادة وهناء. ورغم هذه الصداقة المتينة، فقد كانت السمكات الثلاث تختلف عن بعضها البعض في التفكير والسلوك. فقد كانت السمكة الأولى عاقلة رصيدة، وكانت الثانية أكثر منها رصانة وتعقلا وحكمة، أما الثالثة فقد كانت متهورة حمقاء. وفي يوم من الأيام مر بذلك المكان صيادان صدفة، فأعجبهما الغدير لصفاء مياهه وكثرة أسماكه، فقرر أن يعود إليه في الغد بشباكهما ليصطاد ما فيه من السمك. وكانت السمكات الثلاث قد سمعت ما دار بين الصيادين من حديث، فأما أكثر السمكات رصانة وتعقلا فقد تخوفت منهما وقررت أن تحتاط للأمر قبل وقوعه، ولذلك لم تفكر في أي شيء إلا في الخروج من ذلك المكان قبل عودة الصيادين. وبعد محاولات عديدة نجحت في الخروج من المكان الذي يدخل فيه الماء من الجدول إلى الغدير ونجت بنفسها. أما السمكة العاقلة الثانية فقد بقيت تسبح وتلعب مؤجلة خروجها حتى قدم الصيادين، فلما رأتهما غابت مسرعة لتخرج من نفس المكان التي خرجت منه صديقتها، لكنها لما وصلت اكتشفت أن الصيادين قد سد ذلك المرضحة، فبقيت تتخبط حائلة وتخاطب نفسها قائلة: لقد فردت في النجاة وانشغلت باللعب حتى وقعت في الفخ، يا ليتني اتبعت صديقتي العاقلة، ماذا سأفعل الآن وكيف سأنجو من الهلاك؟ وسرعان ما عاد إلى السمكة الثانية رشدها، فقالت لنفسها: لن ينفعني الآن الخوف والاضطراب، بل يجب علي أن أستعمل عقلي وتفكيري وأفكر في الأمر بهدوء ورصانة وتبصر حتى أتوصل إلى حيلة أنجو بها من الخطر الذي يهددني. وبعد تفكير اهتدت إلى حيلة ذكية وتظاهرت بالموت وطفت على سطح الماء منقلبة على ظهرها طارة وعلى بطنها طارة أخرى، حتى أن الناظر إليها لم يكن يشك أنها ميتة. فلما رآها الصيادان ظن أنها ميتة، فأخذها أحدهما ووضعها على حافة الجدول قريبا من الغدير، ثم انشغل عنها واهتم بشباكهما. وما أن أحست السمكة بأن الصيادين قد ابتعدا عنها حتى وثبت إلى الجدول والتحقت بصديقتها، وقد نجت من الهلاك بفضل حسن تدبيرها وذكائها وثباتها وقت الشدة. أما السمكة الثالثة فإن حمقها وتهورها جعلها لا تصدق ما سمعت، بل انشغلت باللعب والسباحة وبقيت تسخر من صديقتيها. ولما وصل إليها الصيادان لم تعرف ما تفعل، فلم تزل تذهب وتجيء مضطربة خائفة حتى علقت بالشبكة ووقعت بين أيدي الصيادين، فهلكت بسبب حمقها وبلاهتها وعدم تفكيرها في العواقب.